السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. مدخيل اسكندرية، أجدد التحية لحضراتكم. وعنوان الحلقة: خمس علامات تنذرك بمرض في منتهى الخطورة. خمس علامات، أكيد في ناس كتير بتظهر عليهم هذه العلامات. طب ايه هي العلامات دي؟ اول حاجه، ركز معايا، اول حاجه هتلاقي نفسك بتتخن رغم انك بتاكل نفس الاكل. ابتدى جسمك يتخن رغم انك بتاكل نفس الاكل. انا مش مصدق نفسي. ادي اول علامه. تاني علامه، هتلاقي جسمك كله زي الفل لكن بطنك بس اللي مليانة، بطنك مليانة كده ومن أقل حاجة. الله، طب أنا عملت إيه عشان يحصل ده؟ جسمي باظ ليه كده؟ ليه بقيت بكرش كده؟ دي تاني علامة. تالت علامة، هتلاقي رقبتك مقشفة. رقبتك، هتلاقي رقبتك كده فيها قشف، تجيب ليفة وتليف كده مفيش، ليفة تانية وتليف مفيش، تجيب فرشة سلك برضو القشف هو هو. طب صنفرة حدادي أو خشابي، طب سكينة معجون وتحك، هو هو القشف. ليه؟ لأن بيجمنتيشن، تصبغ، في مشكلة في التصبغ، الميلانين مترسب، في مشكلة، في مشكلة في الهدم والبناء في الجسم. طب دي تالت حاجة. طب رابع حاجة ايه بقى؟ الزوائد الجلدية. تلاقي جسمك كده منتشر زوائد جلدية كده، حتت جلد كده طالعة كده، تروح لواحد يشيلها لك بشعرة ديل حصان، او تروح لواحد يشيلها لك بمشرط، زوائد جلدية. واحد هيقول لي انا من صغري عندي الزوائد الجلديه، لا ده مش عرض. طالما من صغرك بيجي لك زوائد جلديه مش عرض، انا بتكلم عن حاجه ظهرت جديد عليه. طب خامس حاجه ايه؟ الصوابع. كلكم بصوا في صوابعكم، الصوابع تلاقيها اغمقت كده، الصوابع كده تلاقيها من عند المفاصل اغمقت، برضو بسبب مشكله في البيجمنتيشن. يبقى نقول تاني، زيادة الوزن مع الحفاظ على نفس الأكل، زيادة منطقة البطن. تالت حاجة، إغمقاق الرقبة، الرقبة مغمقة أو بنقول عليها أشف. رابع حاجة، الزوايد الجلدية. الحاجة الأخيرة، الصوابع مسودة. طب عرض لإيه ده؟ مرض خطير. عرض لإيه؟ ده عرض لمقاومة الإنسولين، مقاومة خلايا الجسم للإنسولين. الإنسولين بيفرز كتير من البنكرياس ومع ذلك الخلايا بتقاومه، يضطر البنكرياس يطلع تاني إنسولين من البيتا سيل علشان يخفض مستوى السكر. يحصل لك حاجة اسمها مقاومة إنسولين أو إنسولين ريزيستنس. ومقاومة الإنسولين بتبقى أربع مراحل، هنقولها في حلقة تانية. طيب اعرف ازاي ان انا عندي مقاومة انسولين واتأكد بالتحليل؟ هروح احلل سكر صايم فاست وسكر بوست برانديال عشوائي فاطر، هلاقي السكر عندي زي الفل؟ لا، لازم تعمل احد الاختبارات الاتية: كرافت تيست او IR تيست، اللي هو انسولين ريزيستنس تيست. يا ده يا ده، والتاني غالي. خليني في الاولاني. الاولاني ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على قياس السكر صايم وقياس مستوى الانسولين صايم وقياس مستوى السكر وقياس مستوى الانسولين عشوائي، يعني بعد الاكل. من هنا انا بتاكد ان عندي انسولين ريزيستنس ولا لا. طب ليه هو مرض خطير؟
لان الانسولين باختصار هو اللي بيدخل المواد الغذائيه والسكر داخل الخليه لاتمام كل النشاطات. لذلك اي مريض سكر بعديها بيبقى مريض ضغط، بعديها بيبقى مريض قلب، بعديها بيحصل له مشكله في المفاصل، بعديها بيحصل له مشكله في العمود الفقري. سلسله بقى من الامراض. السكر ما بيجيش لوحده، لا تاتي المشاكل فرادى. يبقى لازم نعمل 2 تيست علشان نتاكد عندنا انسولين ريزيستنس ولا لا، كرافت تيست او اي ار تيست، وهكتبهم لحضراتكم في صندوق الوصف. طب حل المشكله دي ايه؟ دايما اقول 4 كلمات: البعد عن الاربع سموم، سكر، ملح، دقيق، زيوت ودهون مهدرجه. الوجبه اللي بتحتوي على اللو كارب او النشويات بتبقى قليله قوي، ده انسان كده صحي. ما تكترش في النشويات، ما تكترش في الدقيق، ما تكترش في الرز. اقطعهم لفتره معينه كده وزود في الصيام 2 يوم في الاسبوع، وصيام متقطع باقي الايام. الموضوع ده في منتهى الخطوره. ولو انت ظبطت الكربوهيدرات او ظبطت النشويات في اكلك، صدقني هتعيش بصحه جيده. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي طبيب ولا اي صيدله ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.